وبالعودة إلى تداعيات التفجير الذي هز العاصمة التونسية أمس، ينضم إلينا من العاصمة التونسية مراسلنا هناك علاء الدين زعتور. علاء، إذن عقد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن برئاسة باجي قيد السبسي، ما هي أهم النقاط التي رشحت عن هذا الاجتماع خاصة على خلفية التفجير الأخير الذي هز العاصمة التونسية؟ نعم سارة، الباجي قايد السبسي منذ كلمته مساء أمس أي عقب حادث التفجير الذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي، قال إن السلطات التونسية ستتخذ إجراءات استثنائية. مجلس الأمن التونسي اليوم اتخذ قرارات عديدة، لعل أبرزها غلق الحدود البرية مع ليبيا لمدة 15 يوما انطلاقا من الليلة. أيضا سيتم تفعيل كامل وجدي حسب نص البلاغ الذي أصدرته رئاسة الجمهورية لقانون قانون حالة الطوارئ، وبالتالي منح صلاحيات واسعة لقوات الأمن التونسية خلال المداهمات التي تقوم بها لإلقاء القبض على عناصر الجماعات المسلحة. أيضا من خلال بلاغ رئاسة الجمهورية سيتم تفعيل قانون مكافحة الإرهاب خلال هذا الأسبوع، سيتم أيضا انتداب أو إحداث 3000 وظيفة جديدة في وزارة الداخلية، سيتم بالتالي انتداب 3000 ضابط أمني جديد في وزارة الداخلية و3000 عنصر جديد نعم في علي. الجيش التونسي خلال سنة 2016. هناك شكرا شكرا جزيلا لك على جملة هذه التفاصيل، كنت معنا من العاصمة التونسية تونس.